اهلا وسهلا ومرحبا بك. تبارك الله، عندك أهلا. العديد من الصفات، فنان تشكيلي موسيقي خطاط، لكن اهم حاجه نحب نركزوا عليها اليوم هي فن الخط، هالفن اللي يحبوه ويعشقوه الناس الكل كبار وصغار مهما كانت الثقافات. واكثر دليل على ذلك انه اسمك وخدمتك ومنتوجاتك وصلت للعالم اجمع من خلال الاصدارات، ولا من خلال الكتب، ولا من خلال المحاضرات، ولا الجداريات وغيره. خلينا نبدا على حاجه جديده ونقول لك الف مبروك الاصدار الجديد اللي اخرج خط جديد سميته الخط البنزرتي، والفت كتاب سميته هيبوغراف الخط البنزرتي. دونك مبروك هالمولود الجديد، اصدار جديد. واعطينا اكثر تفاصيل. قلت لك علاه ما جبتش نسخه، قلت لي بقات نسخه واحده ما شاء الله. هو بعد يعني مسيره طويله نسبيا مع انواع الخطوط الاخرى، بالتحديد الخطوط المغاربيه. انا ركزت برشا على الخطوط المغاربيه بما فيها الخط القيرواني التونسي. قلت علاش ما نخلقش خط جديد، فهمتني؟ هي محاولة فنية. ألفت فيها كتاب، قعدت عام نقعد فيه الخط، لأنه يعني الخط لازم قواعد. وشاركني في العمل هذايا من الناحية معناتها من ناحية التحليل العلمي صديقي ماهر البجاوي، لأنه أنا وماهر مهتمين برشا بعلم اللسانيات والتاريخ العربي والإسلامي بصفة عامة، فهمتني؟ فقعدت الخط هذايا وسميته الخط البنزرتي. بدا ياخذ في رواج بشوية بشوية، طبعا الملامح الأخيرة نتاعو مازالت ما تضبطتش، باعتباره انه ان شاء الله الاجيال القادمه تزيد تطوروا، وانا من ناحيتي ما دامني موجود نزيد على التطور. ذكر الاجيال القادمه وعلى ذكر الجيل الجديد اللي تستهويه التكنولوجيا نهار كامل، تليفونات وايباد واورديناتور وسائل التواصل اللي موجوده واللي تستقطب اهتمامهم، مازالت فما دي جون وانت تمشي للجامعات وتمشي للعالم كامل وتقعد معاه وتتواصل معاه، مازال فما اهتمام بالخط العربي انواع واشكال وتفاصيل وفلسفته؟ مازال فما اهتمام كبير جدا، لانه يعني انا اللي يتصلوا بيا من العالم العربي الكل، حتى من العالم الغربي ومن تونس بالطبع، فما اهتمام. وهل الوسائل هذه جديدة التكنولوجية كما الذكاء الاصطناعي مثلا، يسألوني في بعض الأحيان يقولوا لي هذه أصبح خطر على الفنان بصفة عامة، فهمتني؟ وغيره صانعي محتوى وما إلى ذلك. نقول لهم لا بالعكس ما تخافوش، ينجم محتوى الذكاء الاصطناعي يهدد ربما الورقة الكتاب الجريدة وإلى لا؟ أنا ما راهش يهدد برشا، باش نتعرضوا للمشاكل نتأقلموا معها، ولكن نراو أنه توظيفه واستعماله لمزيد تطوير وتولي عنا أفكار جديدة من أجل القيام بأعمال جديدة، علاش لا؟ فهمتني؟ والأيام سوف تثبت ذلك. باهي سامي، في نفس الإطار زاد تزامنا مع القضية الفلسطينية وتزامنا مع كل الحيثيات اللي عاشوها أهالينا في غزة، دونك تفاعلت من مبدئك ومن منظورك كفنان كمبدع كتشكيلي، وقدمت العديد من الرسومات كإبلاغ وإلى تبليغ لصوتك كفنان عربي. أعطيني فكرة ربما عن الرسومات هذه، فماشي إمكانية أنه باش يتم عرضها خارج حدود الوطن بما أنه شبكة علاقاتك كبيرة، وهكا تكون أنت بوق لإيصال ربما وجهة نظر أخرى تجاه القضية الفلسطينية؟ أنا معناتها من منذ صغر سني أنا مواكب القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية ما نحبهاش تكون ترند كما تو، فهمتني؟ أنا قبل كي نهبط من حين لآخر عمل يحكي على القضية الفلسطينية ما يلقاش رواج كبير برشا، وقت اللي تقع أزمة كما الأزمة الأخيرة اللي عايشينها، نفس العمل اللي هو بيدو نعاود نبارتاجيه الناس تولي تتفاعل معه. هذيك الحاجة تغششني برشا. أنا مقاطع ملي أنا صغير، المنتوجات الإسرائيلية، ما معناتها أنا داعم للقضية الفلسطينية من أنا صغير، نعتبرها قضيتي هي الأم. اليوم باعتباره انه حتى في الحقل الموسيقي عملنا اغاني انا واخوتي في اطار مجموعه قربيز. مربي فيكم لقربيز؟ عندنا مده ما سمعناكمش. قربيز ان شاء الله قاعدين نحضروا في مشروع جديد قاعدين ندربوا توا انا ونيس ولطفي وصديقنا الباتور القديم تاعنا بشير. باش عملتوا جوله، قدمتوا العديد من الاغاني، شديتوا انتباه الناس، عديتوا في عديد المحامي الاذاعيه التلفزيونيه، تحصلتوا على جوائز حتى في مهرجان الاغنيه التونسيه من خلال فرقه دو قربيز والا الاخوه غربي، دونك فقدناكم بالحق، خليتوا بلاصه، دونك على قريفه ما منتوجه. توقفنا عام 2018 لانه خونا العنصر الرئيسي نتاع المجموعه خويا محمد لطفي مرض، فهمتني؟ فتوقفنا فترة كاملة ومرضة طوالت معاه. توقفنا من 2018 ورجعنا هليمات قاعدين نحضروا فيما يعني أغانينا احنا، لحنهم لطفي وأغاني بطبيعة لطفي،
وان شاء الله عندنا يمكن في شهر جون في هدايا باش نعملوا كونسير ان شاء الله باغاني. فين باش يكون العرض؟ مسرح البلدي؟ يظل لي ايام قرطاج الموسيقيه مبدئيا، ايام قرطاج ان شاء الله، يمكن باش نعملوش كونسير في بنزرت مبدئيا ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق به. سامي زاده، تم دعوتك لتدريس مبادئ الخط العربي والقيام بجداريه بمسجد ليدس الكبير ببريطانيا. لهنا نحب نسال، يتم استدعائك قامه تونسيه في الخط العربي ويتعاملوا معك على قدر المقام وعلى قدر المقاس اللي يلزم انت تاخذه كتونسي، بالتالي شنو ردود الفعل نتاعهم ازاء هالخط؟ وحنا نعرفوا انه اللغه العربيه صعيبه على الاجناس الاخرى انه يتعلموها، احنا سهل ان نتعلموا لغات اخرى، اما العربيه بالنسبه ليهم مع النطق صعيبه، بالتالي كيفاش كانت المعادله لهنا؟ بالنسبه ليدز هو جاتني دعوه باش نقري الجاليه المسلمه هناك. الجاليه المسلمه فيهم اللي يتقن العربيه اللي هما من اصول عربيه، ولا فهم من اصول عربيه مولودين الغادي، ولا فهم الانجليز والمسلمين اللي ما يتحثوش اللغه، وانا بما اني اجيد اللغه الانجليزيه فعملت الدوره، دورة دامت 3 أيام في مدينه ليدز في مسجد ليدز الكبير ليدز جرون موسك بالانجليزيه. بالانجليزيه طبعا. دونك وصلت لهم المعلومه، كاش فما حتى وصلت لهم المعلومه، نقول لهم الحرف بالعربيه معناتها نضرب عصفورين بحجره. كي نمشي للهند مثلا، الهند مرتين مشيت الغادي، في الهند يعني بطبيعه الحديث بالانجليزيه، لكن المسلمين هناك قريبة 200 مليون مسلم في الهند. المسلمين هناك متعطشين جدا، لاحظت الباكستانيين والهنود المسلمين متعطشين جدا اللغه العربيه، يعني يراو انه اونديكاب بالنسبه لهم اللي ما يتحثوش لغه دينهم، فهمتني، يلقاو صعوبه، وما حتى الانجليزيه ينطقوها بصعوبه كبرى. فعلى هذاك حتى كي نبداو باش يجي وقت الصلاه ينظروا للعربي، هو اللي يحبوا يقوم باش ينطق الحروف الحاء والعين ينطقها بالكدا. فهذا معناتها جانب ايجابي كبير برشا بالنسبه لنا، لازمنا نعتزوا به. الطرد زاد اي في اطار الاعتزاز بالقيمه التونسيه، الطرد زاد طلبه في جامعه هارفورد الامريكيه بخصوص الخط العربي، والتفاعل كان زاد ممتاز، وبالتالي خرجت اجيال واجيال ربما عندها درايه وتعرف على الاقل ابجديات الخط العربي. احكي لنا على التجربه هذه، هل كانت مختلفه مقارنه بالتجربه في انجلترا والا في الهند ولا في باكستان، ولا تقريبا نفس التفاعل مع انه الانسان والبشريه الانسانيه هي ذاتها مع لغة الضاد، مع لغة القرآن الكريم؟ بالنسبة لويليام هذا كلمني، هو يحضر في رسالة ماجستير في هارفارد، جامعة هارفارد الأمريكية، وعمل لغة عربية، لأنه فما إقبال كبير اليوم على اللغة العربية في جامعة جورج تاون وجامعة هارفارد، هما من أكبر جامعات في العالم، الإقبال كبير جدا. في كوريا الجنوبية مثلا اللغة الثانية الأجنبية بعد الإنجليزية هي العربية. قاعدين نشوف بعض الخطوط و... فإذا لا غالبة إلا الله. ويليام اتصل بي لأنه خذا الموضوع رسالة الماجستير نتاعه هي الخط العربي، وقال لي تعاوني وعاونته، مشيت معاه في مسيرته، ومش هو وحده، زاد فما واحدة في كندا كذلك. الأعمال نتاعي كذلك درسوا بها في جامعة كلية الفنون الجميلة في اسطنبول، وكل أي على ذكر اسطنبول بربي، بعض أعمالك درست في كلية الفنون الجميلة باسطنبول وقراوها وأطرت صغار يعني طلبة، وبالتالي لهنا الإشعاع العربي وإلا الدولي اللي لقيته بعد هالخط هذا وبعد الإبداعات والإصدارات المتعددة، كنت متخيل إنها سامي إنه يوصل الإشعاع للعالم أجمع بخط عربي؟ شوف الخط العربي يعني مش انا قلتها، بيكاسو طاقته قيمته رمزيته. بيكاسو يقول، سامحني، بيكاسو يقول اردت الوصول الى نقطه ما فرايت ان الخط العربي قد سبقني اليه. بيكاسو ولد برشلونه معناتها، يعني عاش في اطار، عاش يشوف حياته كامله في الزخارف العربيه الاسلاميه، في التراث العربي الاسلامي في الاندلس الغالي. كيف جون جيروم مثلا الفنان رينيسانس في ايطاليا يقول لو أن المسلمين توجهوا نحو النحت، وهو فنان عظيم جدا، لأن المسلمين ما يحبوش النحت، يعني عندهم الأصنام، تماثيل وأصنام، يقول كان المسلمين بالزخارف العربية والإسلامية اللي راهو فيهم لنا الهندسية والنباتية، كان توجهوا نحو النحت، أنا نرضى روحي نكون أبغونتي عندهم هما. مثلا مراد هوفمان سفير، كان قبل سفير الجزائر، سفير المانيا في الجزائر والمانيا وفي المغرب كذلك. الحاجه اللي الديكليك اللي جه باش اعتنق الديانه الاسلاميه هو الخط العربي والزخارف الاسلاميه.
فالفونس تيان ديني مثلا الحاج ناصر الدين ديني رحمه الله من اكبر الاعمال نتاعو في ميزو دوغسي في باريس انا مغروم به برشا. باهي سامي انت تويك لهنا احنا نعرفوك كفنان، نعرفوك كتشكيلي، نعرفوك كمبدع، مازال كي خرج الاصدار الجديد مع الخط البنزرتي الجديد اللي ابتكرته، يعني تبارك الله اسم كبير في الخط العربي وزاد تجربه ممتازه جدا مع اخواتك في الموسيقى. هذا الكل وهالخليط نتاع الابداع هذا الكل خلى من سامي قام اليوم تستقطب انتباه الاجانب سواء موسيقيا والا حتى تدريسيا اكاديميا علميا. الى اي مدى ربما اكتشافك للخط العربي والغوص فيه اليوم خلاك نجم في هذا الاختصاص؟ شوف هو انا راني بديت مأخر، بديت عمري 41 سنه مع الخط العربي. مع الخط العربي وصلت في السنوات هذه للنجاحات هذه الكل. بديت بعد الثوره بعام. صدفه؟ علاش بديت؟ صدفه؟ لا مش صدفه. كيفاش كان الاهتمام بالخط؟ عملت قبل الموسيقى يعني كاريير طويله في مجال الاعمال واداره الشركات. من بعد كي رجعت لبنزرت لقيت اخوتي يعني وصلوا لمستوى كبير برشا في الموسيقى، فاسست جروب غربيز، سميته انا غربيز نسبه للعائله معناتها الغربي، ومشينا في اطار به وصلنا حتى ولينا سفراء صندوق الامم المتحده للسكان، مشينا لفيان وبراتيزلافا ومشينا للاردن مرتين ومصر مرتين. وشكون في تونس ما يعرفش ذو غربيز؟ كنا نستناكم، كان فما امبيونس، كان فما لحمه ما بيناتكم هي موجوده في الدنيا واحنا كنا نحسوا بها كمتلقي. بعد عمري 41 سنه عندي موهبه منذ الصغر، انا ترسم. اكثر رسام وتشكيلي وخطاط اكثر مني موسيقي. فقلت انا علاش نظرا للتجربه الطويله اللي اكتسبتها في اداره الاعمال وفي الموسيقى اللي هو فن، علاش من التجارب هذيك الكل ما نحطهاش في الخط العربي والبنتيوم، فهمتني؟ فتوجهت نحو الشيء هذاك، عندي برنامج كامل قاعد نخدم عليه، وفعلا يعني في ظرف وجيز جلبت الانتباه وبديت الاسفار والمانيا. كنت متصور انه باش توصل للنجاح هذا الكل في الرقم القياسي في الوقت القياسي هذا؟ متصور. علاش؟ لانه عندي تجربه مع الموسيقى وعندي تجربه مع اداره الاعمال، اذا مشيت طبقا لمنهجيه كامله. وانا لما كنت في صغر سني، انا دخلت صغير برشا نقرا عمري 5 سنوات، كي كنت صغير كنت دائما كنت تلميذ متوسط في الابتدائي والثانوي حتى في الجامعه، ولكن كنت في الرسم مش الاول في قسمي برك، كنت ديما الاول على مستوى المدرسه كامله. كل على مستوى المعهد موهبه مولوده به بالرغم اني انا تلميذ يعني متوسط. واحد. عشره الحاكم كما نقولوا. مزيد نجاح والتألق ليك سامي الغربي، نورتنا ورفعت الراية التونسية والاسم التونسي في عديد المحافل والجامعات والتظاهرات الدولية. مبروك عليك زاد هالإصدار الجديد والابتكار الجديد، خط جديد اللي هو الخط البنزرتي، والكتاب اللي سميته إيبوغراف الخط البنزرتي. الناس اللي تحب ربما تكتشف التفاصيل تنجم تشري الكتاب هذايا وتعرف أكثر تفاصيل عليه.